انا الكل يدري ان انا اي هني. انتي ومن موظف حرص عليك انه وما تبي اي احد يهني يعني. ترى اللي انا قاعد اسويه له عيب ولا هو حرام. ترى عادي، هذه اختي وياي اشوفها. السبب الثاني انا عرفته حتى امي ما قالت لي. السبب الثاني هو ابوي. ما عليكم منه. لا تصدقونه. يما لا تغلطيني قدامهم، هذا الصدق. ولا تبي تعرفون السبب الصدقي عشان انا ابوي مو كويتي. علي لا تقعد تحلل، واذا بتقول شيء قول الصدق. حتى احنا ابونا مو كويتي، يعني احنا سبب ثاني. لا انتم سبب ولا هو السبب. انا السبب. ضرار، رجاء اختي. وحاطتها بعيوني وماني مقصره معاها، بس هم ترى هي اختي وتكسر خاطري الفقيره. خالتي بتطبل الشطار، تكفي لها تغديني. قول. ما بتشوفي امي مره ثانيه. ما وعدك. سمعي. نعم. ان سمعت. ايوه. ولا اشاعه بعد ما سمعت. ايوه. انك تسوين شيء حق مريمو انا ما بحبوش. والله يا اني اسوي لك شيء انت ما تحبوش. تدرين شنو ودي؟ شنو ودك؟ ودي تتمين هني وتكملين دراستك في الكويت. والله وانا اللي توقعت تقول تعالي سافري معاي ودرسي برا. غسان امي اهلها قاطعوها لان زوجت واحد من كويتي. انا وايد خايفه. والله العظيم خايفه. سينا انت خايفه انه ما نتزوج؟ صارت؟ هيا هيا ثانية ننطرها مع بعض. تنطرينها معي؟ اي تبين احنا نوصلش؟ لا لا صيد يا يومي. طولي انت نورتي شوي مو احسن؟ توقعت انتو هذا اول شيء تفكرون فيه لما تغيرون. مش فيك انا ما قلت شيء صعب. يعني ليش ما سألتني عن صلاتي اذا انا محافظة عليها ولا لا؟ على طول طرت على تنورتي؟ يعني انت يهمك المظهر اما انا لا، يهمني القلب والباقي يهم الناس اكثر. مساء الخير. مساء الورد. هلا. شنو يما ما طلعتي؟ والله يا تعزمت بطلع قلت بروح حق سهيلة. حطيت جلطتي ونزلت تحت ولا طلعت بويه ما شفته من 10 سنين. هذا رفيج يحيى ابو علي الله يسلمك. قعدت اسولف معه سالفه تير سالفه. بعدين هونت ويت فوق قلت اكيد سهيلة بتيني بالليل تتعشى عندي. اي والله يما زين تسوين. انا احب ارجع البيت والقاك موجوده. وانا اموت على القعده في البيت واشوفك جبالي. خلاص بطل هالحركات بطل هالحركات خلاص. مساك الله بالخير. هلا يما هلا. علامك قاضبها كنا فريسه. يما اذتني كل ما يدشيت من باب العماره الاقيها تحت تلوج كنا قطو. خلاص كم مره حذرتك انا. وانت كلها صايدينش تحت؟ هذا وانا ما اطلع نفسك كلها قاعده بالعماره. وين كلها قاعده؟ انت كلها مزبره تحت. سينا هذه اخر مره حذرت فيها، فاهمه ولا لا؟ اوكي. ضرار يبيك شيء تشرب؟ اي شيء. قاعد يما استريح استريح. شلونكم يما؟ والله بخير عساك بخير. نرفز حركاتها. ايه كني تاخرت. يلا انا خليك بروح شويه وماني متاخره. وين يمي؟ بروح اجيب علي من المعهد، تاخرت عليه وسيارته خربانه. لا خلاص خليك قاعده انا بروح اجيبه وبي. دله؟ اي امي عم امتحنت فيه شوي. يما بروح معه. قعدي ثبري قطبي ارض. يا ربي عسى ما حد يقول بطلع اللي قالت انا معه. قعدي وانسيني. تيسر يما. يلا انا اذنك. الله معك حبيبي انت. شوف 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 تقولي تعال قعدي معي وانسيني وبالتحكي بالتليفون. بكلم سهيلة علامك انت قومي قومي روحي حق سنوايت اللي ما دبوسها هالطول حاجيها. واي يما ترى انت هذه وايد مدلعتها. دلعتكم كلكم. كلكم مثل نفس التربية، بس سبحان الله تعيش شلون طلعت وانت شلون قوية. ما عاد تقولي ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا صدق انت غير انت قوية شوية، لكن هي قلبها رهيف بسرعة تخك، عشان كذي ما حبها تنزل تحت في العمارة بروحها. ويما الحمد لله ان اللي بالعمارة كلهم نعرفهم يعني ما منهم خوف. انا ما اقصد اللي بعمارتنا. قصدك العمارة اللي ورانا؟ اي شفت عيالهم قطيع يخرعون. تدري مرة علي ماسك واحد فيهم طق قطك؟ صدق ليش ما دريت؟ كان يتحرش فينا انا وسينا. زين سوى فيه. يحفظ ما حليت يوم مسلمه علامك في السكر؟ اي سكر عشان اشوفك انا عشان اقول لك في السكر. اختي انا عندي سكر مش طبيعي.
امشي كذي وابلع بالعشاء ودير بالي يعني بس صارت اني ثلاجه اول وعندي الباب لا اشوى اشوى انا لا الضغط والسكر هذه يعني شوفي بعد شو اسوي شنو بعد الكبر شيء خلاك البين ما خلاك الكبر هذه لو اللي يقولون كذي يا ام سليمان ايش هذه بنتي مريم السلام عليكم السلام السلام وش راس خاطرك ام سليمان تبارك الرحمن انت تعرفينهم ضرار اخوي ما قلت لي ان عندك اخو اسمه ضرار ما يا الوقت اني اكلمك عنه انا بمشي تدرين على شيء لا سلامتك هلا اخوي هلا وغلا بسم الله هلا اخوي شو اخبارك هاي وين والده ليش ما مرتني ما تبيني انا مرك يعني ايش دعوه انت اخوي ما حبيت اعنيها حبيبي حبيبي مشكور نجود تدرس معي بالمعهد بس ايش يسأل؟ ما ادري شايفها بس ما ادري وين. وين شايفها؟ ما ادري وين. لا تذكرت يابا. خلاص اذا تذكرت راح اقول لك. اكيد. اكيد. ما شاء الله بلشت تمطر. اي ما شاء الله. خير يا رب خير. بس تذكر بعد ها؟ ايه عارفه بس انت ما قلت لي انه اخوك ايش اقول لك يعني اقول لك ان انا علي واخوي ضرار ما يتناسب يعني تعصج مو هو اللي خاطب بنت خاله مضاوي ايش درات بالحكي شاريهم قبل كان يمشي علينا يعني تعرفينهم من زمان ايه اعرفهم مضاوي شايفه نفسها وتحب تركيز الناس كله عليها وادري انها خطيبه اخوك واذا بيوصل لها خليه يوصل لها الحكي انا ما احبها زين سمعت احنا ما لنا شغل بحد خلاص يعني عادي يعني إذا زل لسانك ولا شيء أقول لك يعني أقولها بويها عادي وأنا ليش أتكلم وليش أنقل حكي يا هلا أنا أحب أقول رأيي بالكل بصراحة وبعلى الصوت بعد لا والله هل سمي أنا رأيي بكل صراحة بعد أنت لازم تصير اللي بغي أكثر من كذي أنت إيش فيك قاعد تحكي عشانك مدرس أنت لازم تربي الناس يعني لا والله ما بربي الناس ولا شيء بس أنت كانت قلتي لي إن أنا صديقك وإذا شفت شيء لازم أنبهك عليه وهذا الشيء أنا شفته فيك فقلت أنبهك تنبهني وانت ما تشوف الا الاشياء اللي مو زينه والاشياء الزينه تنساها خلاص يعني الحين ما شفت فيك اشياء زينه صراحه صدق والله يلا يلا باي باي الو صدق هذه يما ولي عافيك ولي سلمك خلينا ناجل شويه ليش ناجل شويه شوف مرين انا ما دخلت بيتي ولا استقبلت انني عارفه رجال ولد ناس سن ولد اصول ولد حموله وصدقيني يا بنيتي هذا اللي بيسعدك يما صدقيني مو هذا اللي بيسعدني ليش؟ ايش مخك انت بعد؟ عشان بتسوين مثل غيرك مخك احد ثاني؟ لا يما حشا اي مخي اصلا ما راح اتزوج الا بطوعك وشورك هذا الحكي الزين يا يما هذا الحكي اللي انطره منك خلاص حيل إذا هذا رايز قعدي على كيفك بقيت لي إن شاء الله سنة فكري على ساعة وردي لي جواب
مو زعلانه مني يا يمه. ايش حق تزعل مني؟ كان ازعل من هالويل الصبوحي حلوج. حبيبتي انت، الله لا يحرمني منك. ولا منكم يا يمه، انا ما ادري ليش انتم على بالكم كله قلبي جاسي، حكي والله ماكو احن من قلبي ولاكو ارق من قلبي. صادقه. انا لو اشوف قطوه وعلي تكسر خاطري والحين قلبي لها. صادقه يا يمه، عسى الله يخليك لنا يا رب. ولا يحرمني منكم. طلال، انا خايفه هذه هبه وتروح. سبح الله هداك شالحجي. لان لي فجاه يروح فجاه. لا ما اظن هالشيء بقلبي من زمان، انا الفرض ما يطوفني. الله يتمم عليك. ضار الشيء مضايقك صح؟ لا والله مو مضايقني، بس ما ادري يعني لو انا عارفك من قبل وانت كذي عادي، بس التغيير هو اللي مضايقني. ترى بس اللحيه اللي طالت ولا هذا، انا ما تغيرت. اي بس ترى انا ما راح اتغير، انا الحمد لله مستقره نفسيا وراضيه ومقتنعه. يعني شلون انا معقد ومريض نفسي يعني؟ طلال ايش فيك، انا ما قلت كذي، لا تقعد تقولني حكي انا ما قلته. سبع اللي ابي منك شيء واحد، انك تراعيني بكلامك، لا تقطين الحكي قط. مو احسن من ما اقوله من ورا؟ انا واضحه واللي بقلبي على لساني. يلا حبيبتي مضاوي، يلا قومي ضرار تحت ينطرنا بيروح المطار. ضاوي تبكين؟ مضاوي ترى هو يسافر عشان مصلحته، والايام تمشي بسرعه، هذه الدنيا يوم نستقبل ويوم نودع. انا قاعده قاعده ابكي عشان ضرار. ليش تبكي؟ ابكي علشان نفسي. بسم الله عليك ما في شيء. فجأة لقيت نفسي مخطوبة، فجأة لقيت نفسي في الكويت، وأنا اللي على طول أفكر إني أروح أدرس برا. خافي اليوم وأتحسف. هشام أنت متحسفة وأنت مع ضرار؟ يما مو كل شيء ترى في الدنيا ضرار ضرار ضرار، يعني أنا ما أعيش حياتي، ما أعيش شبابي. أنت تتكلمين عن الشباب؟ يما والله أفتون اليوم ما قدرت أنام. أخاف أتحسف. لا يا بعد قلبي يا حبيبتي، أنت يلا قومي، ما فيش إلا العافية، عين ما صلت على النبي. يلا قومي سمعي الهوية الحلوة هذا ونروح نسلم عليه، يلا ما في وقت عمري أنت. يلا قومي. يلا حبيبتي انت قلبك، يلا يلا بسرعه ما في وقت. يلا هلا هلا بالشغل يا ضرار. ها واذا احتجت اي شيء كلم مستر ويليام، ترى انا موصي. دير بالك على نفسك، لا تقاطع، دق علينا اول باول. تروح ترجع بالسلامه ان شاء الله. الله يطول بعمرك، ما قصرت يا عمتي. انا ان شاء الله بعد اول ما اوصل راح اتصل عليكم او ادز لكم مسج. اقول شنها مضاوي ضايق خلقها وايد. اي والله بعد قلبي ضايق خلقها وايد حبيبتي. تروح وترجع بالسلامة. الله يسلمك الغالية. اكيد بيتأخر على المطار، اذا ما يعني للحين تأخر. اي يمكن مخلينا اخر شيء. نقزي نقزي، انت لو تحسنين النية ما صار هذا منطقك. وبعدين ما تعودنا نتكلم كذي احنا، خلاص عاد. وايش فيكم فهمتوني غلط، انا قصدي قبل يروح المطار يمكن بمرنا. بس وكل شيء بنقصد ورا شيء. خلاص 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 بس بس بس. قاعد تغفي تشم. اوه اوه اوه. السلام عليكم. الله لا يحرمني من هالدخلة علي يما. واللي ما صارت كل هذا عشان نسلم على خاله ويدته لمته يعني. نسيت امه. ايش علامك انت؟ انت رايح وانا المطار. قصدي ثريا. وبيروح يسلم عليها بعد؟ هو حمود ايش فيك؟ شلون ما يسلم عليها؟ ما هي امه. لا ما هي امه ولا عمرها كانت امه، الله يهداك. بس انت اللي خربتي بدلالك الزايد هذا. يا حمود الله بيحاسبني وبيحاسبه اذا ما راح شافها. يا يبا لو ان امه بجابلته كنا يا حيل الله كله واحد، لكن عمرها ما درت عنه. ولي عافيك يا حمود، لا تضيق خلقنا، ترى كافي علي سفر لصبي. خلاص يبا خلاص، دقي عليه وشوفي وين فيه. يلا. الو، هلا يما ضرار. إيه إن شاء الله. إيه إحنا جاهزين. إيه بس عاد لا تبطي علينا. إيه يلا مع السلامة. يقول لك ياهو جاي بالطريق. خلاص خلنا ننطره برا.
يا الله. حمود واللي يسلمك. خير. الله يخليك، لا تضيق خلقه، لا تجيب طاري ثريا قدامه لا بالشينه ولا بالزينه. ان شاء الله، يلا يلا. الو؟ هلا حبيبي، شلونك؟ اقدر اشوفك اليوم؟ يما اذا انا سافرت راح اصير فيك بعد نفس الشيء؟ وازيد انت معي بنفس البيت. عاد انا كلمت ضرار قلت له ان انا بروح امريكا ان شاء الله، وقال لي راح اوقف معاك واساعدك، بس انت اوصل لا تحاتي. علي هالمواضيع ما فيها ما فيها ما فيها وعود. يما انا لازم اتكلم معك، اشرح لك وضعنا عشان تقدر ابوي. شنو هالكلام؟ تعال 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 معي الدار، تعال ابيك ضروري. علي بيقعد الحين لين يسافر امريكا. كان زين امي تقدر توديه. تدرين؟ الحمد لله انا ويا جنسيتنا امريكيه. على الاقل المصاريف تقل على امي. كان زين اقدر اعطي جنسيتي حق علي. عاد علي عنده نفس الفرصه بس بمصر. هاي لا تقعدين انت الحين كذي، يلا كملي غسلي. انا من وانت صغار فتحت لكم حسابات، وكنت دائما كل شهر اقط فيهم اللي الله يقدرني عليه. اقول يمكن لك وراه شوي يبتدون في حياتهم ويساعدهم، اللي بيفتح مشروع واللي بيتزوج. لكن يا علي لو يمعت اللي ادخرته كله علشان اوديك امريكا هم راح يساعد. هذا غير مصروف البيت والطوارئ، وانت عارف الوضع والحال. حبيبي قولي ان شاء الله ان شاء الله الله يرزقني ويقدرني واقدر اطرشك امريكا. والله يا علي يعز علي ان انت تتمنى شيء ولا اقدر احققه لك. حتى ابوك طلبت منه المساعده، لكن هذا اللي بدي اسويه، ما اقدر اسوي اكثر من كذي. يما يعني انا ما لحق بالبعثه. ما ظنتي؟ مو مشكلة. أنا وعدت يما أن هذه آخر مرة كلمت عن هالموضوع. أصلاً أدري أن أنا مالي غيرك، وأنت أكثر وحدة تبي تحققين أحلامي. أنا ما راح أضغط عليك أكثر. حبيبي، يود يود يود. هذه عشان تصلح القرنبع اللي قاعدة تحت، صار لها مدة رابضة سيارتك، وطلبت مني ذيك اليوم، عبالك أنا أنسى شيء أنت تطلبه. هلي وطوايف. صلى يحفظ السنين غالية. صفية مش العيب اللي انا سويته، لازم ادق على ثريا اختي الحين. والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا مال، انت عارفه اللي جوايا، بس مش قادره اتدخل ومش قادره اقول لك اه ولا اقول لك لا. شو تشورين علي؟ شو اسوي؟ احسن حاجه انك تاجلي الموضوع شويه. لمتى اجله؟ يعني شويه كده. إيه لمتى شويه؟ مريم شويه يعني شويه، قلنا خلاص استني شويه. دهدي سمعين جد، انا اقول لك الحكي اللي لازم تسمعينه الحين. اللي سويتيه معي وايد غلط وفي قله احترام، ومثل ما انا قاعد اعاملك تبيش تعامليني، ولا هالصداقه هذه ترى لا انت مجبوره عليها ولا انا. ايش فيك علي كذي؟ قبيت وبهي، ترى انا ما كنت اقصد، وبعدين انت فشلت وهذه شخصيتي، يعني ابي لي وقت على ما اتغير يعني، وانت راح تتحملني. وانا ليش اتحملك والله؟ عشان انا ابيك تتحملني، عشان كل ما غلطت تصلح لي الغلط.
صالح. هلا. أنا واثقة على الزواج. صج؟ هذا أحلى خبر سمعته بحياتي. زين حبيبتي، من باكر تجهزين كل شيء حق الزواج وتدورين مكان وتأثثين على ذوقك عشان يجيب الملاج ويملج علينا. إن شاء الله. وأهم شيء لا تنسين نفنوف العرس. ليش نفنوف؟ أنت قلت ما راح تسوي عرس ولا نعزم أحد. لا حبيبتي، النفنوف هذا تلبسينه حقي أنا. خلاص نشوف. شاي من عندك اليوم؟ راهي ما بعرف. ألو. هلا صباح النور. وأنا بعد. برا ولا يكون اشوف رقعه وجهك من البيت. اصفى لك كلمه ماري، اسمعك برا ولا يكون اشوفك. اصفى لك كلمه، قلت ولا كلمه ولا تحاتيني. يلا ذلفت، انت مو مفروض اطردك وبس، المفروض اسحب جوازك وجنسيتك وتروحين عند اللوث هذا اللي رحتينه وهديتيني. روحي بس روحي، انت ابتلاء من رب العالمين. روحي برا، لا باركت فيك ولا بتزعل برا. وانت شفتك عندك قاعد ما تلعب خيرك. نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله. لا إله إلا سبحانك. مساء الخير. مساء النور. هاي وين اختك؟ يما من صدقك تسالين عن سينا؟ اكيد عند لبنى.
أنا بقيتك الموضوع، بس اللي بقولك إياه ما بحد يدري عنه، يتم بيني وبينك. أكيد يما بيني وبينك. ما أدري بشنو أبدي، ما أدري ما أدري. عادي يما أبدي. لا ما أدري منين أبدي. أبدي من الشيء اللي ما تبين أحد يعرفه. الجامعة اللي كان يدرس فيها أبوك، تقديرا لجهوده وتخريج الأجيال، أعطوكم أنت وأختك منحة تدرسون على حسابهم. صدق ما بأمريكا؟ يعني لهالدرجة يقدرون أبوي؟ هو أبوك إنسان نادر، من الناس، من العقول المعادية، عشان كذي أنا حبيت. هذه بشارة يما، بشارة إن إحنا راح نخفف عليك مصرف. أي بس أنا ما بحد يدري، بالذات أختك، عشان لا تهمل دراسته وتتكل على المنحة. والأهم الأهم الأهم علي، ما بيدري ما بيدري الحين. أنت عارفة حالته وعارفة وضعه. أدري يما، أعتذرين سينا قالتها اليوم بعفوية، كان زين أنا أقدر أقولها. ودي لو أقدر أعطي جنسيتي على الأقل يستفيد منها. أنا متفائلة متفائلة، إن شاء الله يروح في يوم من الأيام يحقق حلمه ويدرس بأمريكا. يما ترى إذا علي ما راح أنا ما راح أروح. شوفي عن مثاليات، أنا بكم كلكم تروحون وتدرسون وتحصلون أحسن الشهادات، والحين ما دام الحمل هذا بينزح عني حملكم أنتوا الاثنين، يعني أقدر أدرس على حساب. يما ليش كل المشاكل سببها فلوس؟ قولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا كسر خاطري علي، ما بيتأذى، مو معقولة يشوف خواته الثنتين يدرسون بالديرة اللي هو حلم إنه يدرس فيها وما يقدر. ما بيضايق، معور قلبي، ما بينكسر. What I gotta do to make you love me? What have I gotta do? الحمد لله على السلامة. متى وصلتي؟ وايد اشتكلك. وصلت اليوم الفجر. اوكي الحمد لله على السلامة. عاد شلون البحرين؟ ان شاء الله استانستي. والله البحرين تهبل، وايد استانست. طبعا كالعادة رحت اسوي شوبينج، ورحت هذا الفورمولا اللي عندهم، كلش ما توقعت راح استانس كذي، كلش ما له علاقة بالسيارات. صورت صور وايد حلوة، وصورت ويا هذا اللي فاز، شو اسمه؟ شرخان؟ شوماخر، اسمه شوماخر. شوماخر اللي هو. المهم صورت وايد صور، راح انزلهم من الكاميرا وادز لك اياهم. زين عيل بنزل الصور على الايميل خليني اشوفهم. واي ضرار، شو اخباري؟ من يقعد الحين يستخدم ايميل؟ يا دوب الحق على الايميلات، زين مني افتحهم؟ كل الناس الحين ترى تستخدم ماسنجر، الله يخليك. الكمبيوتر قدامك؟ اي موجود. زين افتح السايت ونزل الماسنجر. اوكي. www هاد عمري علي، وايد مضيق خلقي. شو نسوي يا يمه؟ ما له نصيب انه يروح امريكا. وايد كاسر خاطري يمه. يا يمه مو مستقبله هناك، الله كاتب انه يكون مستقبله بمصر ويروح مصر. وانا تفاهمت مع ابوه خلاص، بيختار هو التخصص وذاك يختار الكليه. بس ما هو رغبته امريكا؟ إذا راح مصر وهو ما حب هالشيء أكيد بيرجع. إذا صار هالشيء بنقعد أنا وأبو معاه ونقنعه. ما هي ساعات أحس إنه ما في عدالة. لا 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 تقولي كذي، مو صحيح. كل شيء بهالدنيا أرزاق، ساعات يكون عندك شيء وغيرك محتاجة أكثر منك بس ما تقدرين تعطينا إياه. يا يما لأن الله كاتبه لك أنتي مو كاتبه لغيرك. ما لك إلا تدعي ربك، يا رب يا رب تكفى،
رزق أخوي مثل ما رزقتك. إن شاء الله. فجأة سكت. ما فيني شيء. لا فيك شيء. ما فيني بس ما عندي حاجة أقولها. خاف الكلام اللي قلته ما عجبك. أي كلام؟ لما قلت إني ما شفت ريال قبلك. مشكورة. هذي ترى أنا ما قلت هالكلام من قبل. ولا عشان لساني طويل ما كنت تصدق شيء. لا أشتغل. صدقك يب علي والله أنا ما قلت هالكلام ناطرة منك مدح أو رد. هذا رأيي وقلته. دام قلتي رأيك على هم أنا لازم أقول رأيي. بس مو الحين. توي الناس. صح توي الناس. بس أنا ما أحس إني استعجلت. موجود إحنا 24 ساعة قاعد نكلم بعض من بدا الكورس. روحه وطلع ورده مع بعض. الكورس الحين قرب يخلص. صداقاتنا بتستمر ولا بتنقطع؟ تشوف نفسك. إذا ولهت ارجع. بس إذا لا وقف كل شيء. هذا رأيك أنا. إي هذا رأيي. حالي أنا ما أبي منك شيء. أنا بس بتعلم منك كيف شغلة. أنا يلا أعلم نفسي. أنت مو حاسب نفسك. ترى علمتني وايد أشياء. أولهم شلون ألزم حدودي واحترم. نجود انت وايد زينة. مني وايد زينة بس مو ليش قاعد تقرين عمرك انا مو فاهم. مو مني من اللي قاعد اسمعه. بعدين ترى انا ما حد يحبني الا كم واحدة شي من رفيجاتي تحس اني اقوى منها. انت اقوى واحدة بالعالم علي. صدق والله كل مكان تدشين انت تهزين هز. ذاك اول يعني لازم اسافر ونأجل كل شيء لما ارجع. انت من صدقك تسافرين كذي وتخليني اروح؟ ايه بس اخليك. لا ايه بس هذول مو اقل من 4-5 سنين. شو اسوي طلال؟ ظروفي ومصلحتي ما اقدر. ظروفك ومصلحتك وانت تزوج وكمل دراستك هني. لا طلال ما اقدر. شلون ما تقدرين يعني؟ كان زين بس ما اقدر ادش جامعه الكويت. سبح الله هداك في مليون جامعه خاصه هني. طلال بعدين نتكلم بالموضوع. انا ما ابي اي شيء يردني عن طريقي. انا اللي بردك لاني انا مو موافق اصلا. والسبب طلال ايش فيك؟ لازم تتفهم. لا مو السبب اللي بالك. السبب اني انا ابيك وابي نتزوج. لازم البي رغبه امي وادرس بامريكا وبعدها ما يصير خاطر كله طيب. ولو ان انا ادري ان خاطرك وخاطر امي ما يتوالمون كلش. شوف يا ست سوريا، أبو علي رجل دغري وما بحبش الوصلة، وأبو علي أنا واثق تماماً لو عنده مش راح يقول لأ، ولكن عشان يعمل حاجة لعلي لازم يعمل لأخواته وإلا ما يكونش في عدل. كلامك صحيح 100%، بس لازم تعرف أستاذ طلعت إن هذه مهي رغبتي أنا نهائياً. هذه رغبة الولد. يمكن يكون عنده تطلعات ولا هي قضية غيرة من ربعه مصر على أمريكا. أنا حاولت أنصحه إنه يروح مصر. أنا بالنسبة لي مصر أفضل لأن يم أبوه وإخوانه. أكيد إخواته كلهم بيدرسوا في جامعات في مصر، ومش عايز ده يقول إشمعنا ده وإشمعنا ده، ولو ودى ده لازم يودى إخواته التانيين. ترى أنا اللي دللت أبوه مكان معه، وعذرني باللي بقوله. أبوه يطرش له فلوس لكن ما تكفي حتى أسبوعين، وأنا عذرته. وضع البلد هناك مختلف عن عندنا، لكن إذا في دلال وتقصد دلال أنا اللي دللت. أنا مقدر الموضوع ده يا ست سوريا، مقدره جدا كمان. عموما انا فكرت بهالسالفه ووصلتك عشان قلت يمكن نقدر نتوصل لحل انا معاه ونودي الولد وانت ساعد، لكن بما ان ظروفه ما تسمح له وانه المساله محرجه بالنسبه لاولاده وبالنسبه لزوجته خلاص ولا يهمك. يسلم راسك وراسه. لازم نقدر الموضوع ده يا ست سوري. اكيد اكيد انا مقدره كل الظروف. عموما حياك الله. ربنا يقدم لي في الخير ان شاء الله. شكرا.
علي شفت اللحظة اللي كنت أكلمك عنها؟ كاهيت بسرعة. بعد هذه الدنيا يوم تستانس أنا وين ضيق خلقك؟ يوم تستقبل الناس يوم تودعين. زين وبعدين؟ ما أدري. أنا ما أدري ليش قاعد يصير فيني كذي. أول مرة أحس. بعدين تعال شلون بشوفك؟ فيديو كويت صغيرة هالكبر هاي شلون وين بروح؟ ما يكفي ما يكفي ما يكفي أشوفك صدفة أمباي. منو قال صدفة؟ إحنا ما عندنا امتحان توبة ثاني. راح أشوف وتوصيدك بعد بس مو تنحاشي من أمك. وعقب الامتحان؟ عقب الامتحان كل واحد يشوف مستقبله. من صدقك علي؟ إيه من صدقي. ما ورانا جامعة ما ورانا دراسة. ما أدري أنا وين بكون وأنت وين بتكونين؟ أنا ما أدري إيش قاعد أقول هالكلام. أنا غلطانة صح؟ بس مستعجلة شوي. يعني مو ببالك شيء؟ أكيد مبالي. بالي أروح أمريكا أدرس وأجيب الشهادة وأفيد أهلي. وايد أشياء ببالي بس ما أقدر أقولها الحين. بس؟ دود أنت تدرين إن أنا ممنوع لي الحين. أنا سيدة. مو عشان كذي قمت أحس. لأني حسيت إنك غير. وأنا بعد حسيتك غير. شلون قول لي؟ ما أدري يعني. الوقت يطير معاك بسرعة الواحد ما يحس فيه. بس؟ إذا كان مزاجك حلو الواحد وده ليش ما عاجبك؟ زين راح تفقدني؟ لا. كورس كامل وأنا مجابلك. طلعة وروحة وردة وأكل مع بعض. أكيد راح تكونين ببالي. إذا طلعت نفس اللي ببالي أكيد راح تفقدني.